عندنا بالنسبه لهاد لاطارت ثاني ترجع ليا الهضره. عندنا هاد العجين ديال لاطارت بوي روج، عندي في العجين ديالها 125 غرام ديال الزبده سبيسيال بحراره المطبخ. عندي 80 غرام ديال السكر كلاصي، بيضه دقات تقريبا غادي تزينه ما بين 250 غرام حتى 300 غرام. وعندي تافاني وقريصه ديال الملحه. هادي وبالنسبة للكريمة عندي فيها أي فورماج يعني كريمي 500 غرام نص كيلو، 5 معالق ديال السكر، وزوج بيضات وكيس فاني. وعندي 250 غرام ديال الخوي وغوج اللي كتحتوي على الماركين الكومبواز وكلهم مخلطين. بالنسبه غادي نحضروا العجين، وكما كنقول لك دائما اي عجينه بغيناها تكون يعني عندنا نتيجه زوينه خاصنا نرفوزيوها القليله واحد 6 سوايع ولا باتت يكون احسن. المهم تنشدوا هذيك الزبده مع السكر كلاصي تنخدموهم بالطبيعه ديالنا مزيان، تنضيف عليهم البيضه، تنضيف هذيك الطريقه ديال الملحه والفاني، وتنبدا ندخل يعني ماشي بحال العجين الاخرين هذه مختلفه عليها، عاد تنبدا ندخل في هذيك 300 غرام ديال الطحين هي وما هزات ليا. صافي تنروبوزيها تنخليها ترتاح، انا كنديرها بالليل وتنغديها تنخدم بها، صافي صبح تنقطعيها كنديرها تلبس ليها نلبسها على المول وتنفكها تندخلها تطيب. ملي تطيب ليا هذيك العجين تنخرج تنضربها بزياد البيض، البيض كندهن هذيك العجين ديال لي تنضربها بزياد البيض تندخلها غير تتشمع ليا غير باش ما تاثرليش ليا هذيك الكريمه اللي غادي ندير. صافي تنحط على جنب تنحضر الكريمه، الكريمه كما قلت لك راه ذكرتها تنخدم هذيك السكر مع الفروماج غير بفرشيطه ولا بخلاط يدوي تنشلهم شويه مزيان مزيان، تنضيف عليهم هذيك جوج ديال البيضات وكيس ديال الفاني، تنفرغ هذيك النص ديال هذيك الكريمه هذه فوق هذيك العجين ديال اللي طاف لي وجد، تندير فوق منها هذيك الخوي غوج الفريز ضروري تنقطعو والمغسيل والكومبوز تنخليهم هكاك، تندير طبقه ديال الكريمه طبقه ديال الخوي غوج وطبقه ديال الكريمه. صافي تندخلها مره اخرى تطيب تتحمر راه تجي ممتازه راه كاين فيه الشيلي فود. اييه هذوك الفواكه كيجي مميزين في الشكل ديالهم تبارك الله.